أعزائي طلاب الصف الثاني، سنتعرف في هذا الفيديو على رحلة الأسبوع الثالث من هذا العام المليئة بالأشياء الجديدة والرحل المشوقة بإذن الله. ماذا سنتعلم في هذا الأسبوع يا ترى؟ أولاً، سنذهب في رحلة سريعة لكتاب كراسة الخط، وسنتعلم كيف ننسخ بخط جميل، وما هي قواعد نسخ الخط، وكيف أنسخ الحروف وأرسمها بخط جميل. وفي اليوم التالي سوف نذهب في رحلة ومسابقة جميلة للخط العربي، وسنقوم بنسخ جملة محددة بخط جميل، ونرى من هو صاحب أجمل خط. أما بعدها سأذهب في رحلة حول التاء المربوطة والتاء المفتوحة، ونميز بينهما في أواخر الكلمات، ومتى نكتب هذه ومتى نكتب تلك ضمن قواعد معينة، وسنحل أيضا ورقة عمل على ذلك. أما المكتبة المدرسية، سنذهب في رحلة سريعة إليها، ونتعرف أقسامها، ونتعرف آدابها، ونتعلم الكثير عنها. أما في نهاية الأسبوع، سنقوم بمهمة بحثية جميلة عن أثر الماضي على الحاضر، ونقارن بين عادات الماضي وعادات الحاضر.